المحلية من تلفزيون نهاري، أهلا بكم. تنتظر المحلات التجارية التي أنجزت ببلدية الضلعة بأم البواقي ولم تستغل من طرف الشباب البطلين منذ عدة سنوات بسبب عدم توزيعها على مستحقيها، فما لا يقل عن 80 محلا تنهار يوما بعد يوم في ظل صمت المسؤولين المحليين. رشيد مقدم زار بلدية الضلعة وأرسل التالي. محلات مهنية في بلدية الضلعة بولاية أم البواقي أنجزت بالملايين وحالها يندى لها الجبين، وما من كلمات لوصف هذا الوضع. محلات تجارية تنهار يوما بعد يوم، وما لا نفضل رؤيته زجاجات الخمر تتجمع في الأمكنة غير السليمة حيث تنتشر كالنار في الهشيم. وإذا كانت هذه المحلات بعيدة عن الأهداف التي وجدت من أجلها، فإن شابا من أبناء المدينة أثبت جدارته في نشاطه الحرفي بعد أن حول محلا مهملا إلى ورشة لفن الحدادة لكسب قوت عوائله، إلى أن المعنيين يطاردونه لإخلاء المكان بحجة الاقتحام. كل يوم يبعثوا لي في كونفوكاسي وعلى جلد المحلات هذم والمحلات كشتهم بينكم. المير هذا ميساج المير، يبغي يخدم على روحه يمد من الشباب، والكيوسك هذا راه نتاع الرئيس دارهم للشباب باش يخدموا على روحهم. انا نطلب من المير، لخاطر السلطات ما على بالهمش بالامر هذا، نطلب من المير اذا باغي يخدم على روحه يسربي لي كوسك هذا من اللجان باش يخدم على روحهم. لجانهم في القهاوي، هم في القهاوي اللي عندهم لا خدمه لا والو. وبدلا من تهديد هذا الحرفي بترك المحل، كان من الاجدر على المعنيين توزيع المحلات على الشباب البطلين في اطار توجيهات الحكومه لترقيه التشغيل، وبالتالي متى يعود المهدي المنتظر في انتظار تدخل المسؤولين المحليين. إلى الحملات التخصيصية، حيث نظمت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بعنابة قافلة تخصيصية توعوية من أجل محاربة الوضع المتدهور لمياه الأودية على مدار 5 سنوات كاملة، والتي تسعى من خلاله ذات الجمعية تنفيذ مشروع تخصيصي حول حماية مياه الأودية والمناطق الرطبة. هذا وقد نظمت جمعية أصدقاء المريض بالبيض يوما تخصيصيا للتعريف بمسببات الداء السكري والتحذير من مضاعفاته بعد الارتفاع المحسوس والغير مسبوق في السنوات الخمس الأخيرة لعدد المصابين بالداء السكري بالمدينة. نور الدين رحماني رصد التالي. نظرا لانتشار هذا المرض بالمنطقة تاعنا، ثانيا نظرا للإحصائيات اللي تقدر هذا المرض ب 7000 مصاب، وحنا ندقوا هنا نقص الخطر حول انتشار هذا المرض. الهدف اننا نوصلوا اننا نحسوا الناس انهم يعرفوا المرض قبل ما يستفحل فيهم، لانه علاه داء السكري داء كما نقولوا سيلونسيو، ما تفيقش به، حتى ممكن تكون عنده مضاعفات عاد وين تفيق به، ولكن كي تدير تحاليل وتكون كاينه يعني متابعه صحيه ولا من هذا النوع تقدر تتعرف على المرض قبل ما يستفحل فيك، وقد تدي الادويه نتاعك كما ينبغي. ما كنتش على بالي بالسكر كاين، ولقاو فيا درك السكر. عندك لاطاسيو اللي عدي من بكري اللي قلت لهم لاطاسيو، وبارك الله فيهم. في موضوع آخر، تدعمت ملحقة المكتبة الوطنية جاك بارك بفريندا بتيارت بعشرات المخطوطات الأصلية للمؤرخ والمستشرق الفرنسي جاك بارك، أهداها لمدينة فريندا، من أهمها ترجمة القرآن الكريم. وقد تم تحويل المخطوطات من فرنسا إلى هذه المكتبة، حيث ستعمل على إضافة جديدة لها. المزيد في تقرير ديار بن داود. استلمت مؤخرا الملحقة الوطنية جاك بيرك بفرندا بتيارت الأرشيف الخاص بالمستشرق جاك بيرك، والذي تم نقله من فرنسا إلى الجزائر وصولا إلى الملحقة الوطنية، أين تم استلام نحو 67 طردا عبارة عن مخطوطات أوصى المؤرخ جاك بيرك قبل وفاته أن تسلم للمكتبة المتواجدة بالمنطقة التي ولد وترعرع فيها. الحمد لله، يعني الجهه الوصيه على الارشيف تاع جاك بيرك ان بلغت الارشيف هذا، والان هو متواجد عندنا في المنطقه تاع فرندا الحمد لله. والارشيف هذا يضم يعني كل اشياء المخطوطات التي دونها جاك بيرك. هذه المكتبة تحوي اليوم أكثر من 35 ألف كتاب لمختلف العناوين، أين تبقى مفتوحة أمام 2700 منخرط، كما تبقى وجهة للباحثين والمثقفين لما تسخر به من مؤلفات.
المكتبة يعني هي أول ملحقة فتحت على المستوى الوطني، يعني خلات بصمة وعندها دور فعال في المجتمع، ليس فقط على مستوى منطقة فرندا أو ولاية تيارت، وإنما بالنسبة للوطن ككل. مكتبة جاك بيرك تنتظر اليوم الدعم المستمر من المهتمين بتاريخ المنطقة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي واهتمام المسؤولين للرقي بمدينة فرندا لتجسيد مرافق سياحية وفندقية تبقى منعدمة لاستقبال الوافدين إلى مثل هذه المعالم الثقافية. يمارس الشاب بشير لناني في أحد أزقة أفلو القديمة حرفة الحدادة داخل ورشة صغيرة، رغم أن هذه المهنة أصبحت مهددة وبشكل جدي بالاندثار. وعلى الرغم من كل التحديات التي تشهدها هذه الحرفة، فهي تتطلب الصبر وقوة الإرادة للجلوس أمام النار لساعات طويلة. المزيد في تقرير سعدوي العرج. على الرغم من كل التحديات التي تشهدها حرفة الحدادة بشكلها التقليدي، إلى أنها ما زالت تروي أحداث الزمن الماضي، فصوت المطرقة يتعالى في أجواء الشارع طيلة النهار. ومن ورشة صغيرة بآفل ولاية الأغواط تفنن بشير ليلاني في هذه الحرفة التي استهوته منذ صغره. هذه المهنة متوارثة أبا عن جد، 17 سنة هنا في الحانوت، ما كانش نهار جا واحد قال علمني والله حب ندي الميتي، هذا ما كانش. مهارة عالية وصبر وقوة الإرادة، فالجلوس أمام النار لساعات طويلة ليست بالأمر الهين. المادة الأولية وين؟ إذا تعاني مثال غلط طول هذه تعلسك توصي وتروح وتجي، ولا تطلع مثال منا والله منا بهجيب الماتير بهجيبه، وزادنا الفحم هذا تالي ما كانش. بكري كنا نخدمه بالكوك وبركة ما كانش. الصيف ما تقدرش تخدم، مع العطولية ضيقة ما تخدمش، ما تقدرش تخدم بمساحة كما هذه 20 متر كاري، تقدرش تخدم بها يا ربي معنى العشرة ما تزيدش، تلحق الحديد يلحق حتى درجة الانصهار. مهنة تتوارث بين الأجيال، لكن اليوم سيطرت الآلة على الصناعة، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى اندثار هذه المهنة. اختتمت بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران فعاليات صالون الزواج الذي أخذ في طبعته الثانية شعار مبروك، شارك فيه تجار وعارضو مختلف الخدمات المتعلقة بحفلات الزواج من مجوهرات. صوفيان معمر زار الصالون وأرسل التالي. Avec plein de cadeaux. Les partenaires de YB et du Salon d'Apro partent avec plein de cadeaux. Les partenaires de YB et du Salon d'Apro ce sont. عجبني كاع الصوالح سيغتو الاستيتيك والملابس التقليدية كيما الكراكو وعرض الأزياء اللي بينوهم. ماذا بينا يا دو موند باسكو فهمت قلت لك سي هذا لو سالون بون سي فري حنا طحنا ونضنا عليه باش بور لورغانيزي اون ايسي دو فير دو نوتر ميو اي تو بور كو سا سوا ريوسي بور كو تو لو موند سوا ساتيسفي مي سي سورتو غراس او بوبليك كو سي ريوسي صادير حنا درنا لي علينا لي اكسبوزون راهم هنا تاني داروا عليهم بصح لو كان البوبليك ما يجيش سي ان سالون غاتي. مشاهدين الآن إلى فقرة فيديو مشاهدي تلفزيون النهار، وهي فقرة ننقل لكم فيها ما تسجله عدسة مشاهدي تلفزيون النهار، حيث تظهر في التسجيل مشاهد لحي في وضعية كارثية بعد تساقط الأمطار في ظل غياب التهيئة العمرانية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام